رايحة بينا على فين يا دنيا؟ رايحة بينا على فين يا دنيا؟ فعلا كل يوم بنقوم على حاجة مزعجة، كل يوم بنقوم على قصة شكل، وقصة يعني أصعب من التانية. يوم قمنا لقينا في فرح كبير وليلة كبيرة وجواز مطرب كبير على واحدة كان بيحبها. مفيش ما عداش شهر وسمعنا فضايح وكلام ومشاكل وحاجة. رجعنا تاني مفيش، سمعنا عن أم كلت ابنها، ذبحت ابنها وكلته. مفيش، سمعنا عن بنت موتت أمها هي وخطيبها. كل يوم بحكاية، الابن اللي بيضرب أمه، الابن اللي بيضرب أبوه، البنت اللي بتحصى أمها وأبوها، المشاكل اللي بقت كل يوم والتاني محصرة البني آدمين. بجد حاجات بقت صعب، نفسيتنا تعبت، نفسيتنا تعبت بجد من كل يوم بتسمعي حاجة، حاجة شكل وحاجة أفظع من التانية. مش عارفة العيب في الدنيا ولا العيب في البني آدمين، العيب في مين؟ العيب في الزمن اللي احنا بقينا فيه، ولا في العيب في البني آدمين اللي خلاص اتعدمت من قلوبهم الرحمة، اتعدمت من قلوبهم الحنية والطيبة والمشاعر الجميلة؟ فين الحاجات دي؟ فين البنت اللي كانت بتخاف على امها، والابن اللي بيخاف على امه وعلى ابوه وبيخاف عليهم؟ فين الزوج اللي بيحافظ على الزوجة بعد ما صرف وتعب وشقي وجاب وعمل يحافظ عليها؟ فين الحاجات دي؟ فين الام اللي بتحافظ على ابنها، اللي يعني لو اتخبط كده يعني قلبها يوجعها، وفي الاخر نقول ده فلان ده مريض نفسي وفلانه دي مريضه نفسيا؟ العيب في مين؟ العيب فينا ولا العيب في الزمن؟ ولا العيب ان الناس ما بقتش قريبه من ربنا، الناس ما بقتش تحمد ربنا على حاجه، الناس ما بقتش تقول الحمد لله، الناس ما بتقولش اشكرك واحمدك يا رب؟ لا، الناس كل ماده في الطمع، الطمع والشيطان عمال يوسوس لهم حاجات، حاجات فظيعه. اللي اتجوز عايز ياخد واحده غيرها، واللي معاها عيل ما عرفش فيها ايه، واللي ما حاش عيل زعلانه، واللي معاه عنده ام واب بيبهدلهم، واللي ما حومش ام واب بيبقى قلبه موجوع ان ما عندوش ام ولا اب ولا حد. الهف مين؟ عايزين نقرب من ربنا، كلنا عايزين نقرب من ربنا ونقول